نخلط زي المجانين. ها ما معي سلاح. تعال تعال امسك سلاح. وينك انت؟ لا امسكك. عيش عيش. رمني فوق. لحظه ابغى هيل ابغى هيل. اعطيني اعطيني. Come back boy. يلعن ام الغبا. يا اخي حلو ابو من ورد امه في اللعبه. طلع من جيم احمد بقى ما متسن. وش فيكم تصارخون يا شباب؟ لا 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 يا ويلي الو دم اي شفت يا عيال مستحيل مستحيل والله سويه مستحيل احمد بطاقتي يا ويلي لا اله الا الله اليوم عزيزي المشاهد احمد حق الطقطقه هذا انساه، الشخص اللي يسوي محتويات ويطقطق على اخوياه ويلعب معاهم انساه، الموضوع اليوم في شخصا، انا تعبت لكن ما استسلمت، الناس اللي في البث المباشر يدرون انا ليش قاعد اعاني الفتره الاخيره بفورتنايت، ما اقدر اجيب محتوى، لكن ما عمري راح اخضع واستسلم للسلق الستريم سنايبر، قبل سنه ونص عزيزي المشاهد كان الواحد اذا نزل تلتد ومعاه فوق 10 كيلز، هذا جيم مضمون عنده، هذا جيم كنز عالي 20 وفوق، لكن اليوم مع الستريم سنايبرز الواحد يبغى يعيش. اللي بتشوفونه اليوم اعزائي السادة المتابعين كسرة عين لاي واحد عديم حياة يضغط ردي مع الستريمر ويحاول يدخل معاه الجيم، وما بيحس بكلامي الا الستريمر المسكين اللي يحاول يدور لقمة عيش وهذول يخربون بثه. الستريم سنايبرز هم الناس اللي يطالعون بثك ويحاولون يذبحونك. عشان ما اطول يا جماعة الخير، المقطع اللي اليوم بتشوفونه جيم تعريق للاخر، من زمان ما نزلنا هذا النوع من التعريق، فلذلك عشان اخليكم تشوفون اللي صار وايش صار بتلتد المدينة اللي المفروض تنزل فيها وانت مستانس كم تطلع منها ذابة. عشان كذا عشان ما اطول عليكم اخليكم تشوفون المقطع وايش صار بتلتد المدينة اللي الكل يحبها صارت مجزرة. ولكن حاب اذكر يا جماعة فورتنايت والله العظيم المحتوى صاير فيها مرة صعب، جالس احاول اني ما اسحب وانزل لكم بشكل مستمر فورتنايت، انا احب اللعبة بس ما ابغى اسلك لكم بالمقاطع ابدا، والله العظيم يا جماعة ان اكثر شيء انا استانس اذا شفتكم تسوونه انكم تحطون الكود، اذا ودك مو باجباري بس هذا الشيء اللي انا مرة انبسط بفورتنايت اذا شفت العالم تفعل فيه، حتى لو انك مطفر، ادخل اللعبة تذكر واحد اسمه شونج اكسبون في اليوتيوب وهو حط كوده، الله يعطيكم العافية، لايك اذا تحبون النوع هذا من المقاطع واشترك لبر وصل 4 مليون، شكرا لكم صلوا على النبي مشاهدة ممتعة، ترى بنعرق. عيال عندنا ستريم سنايب عيال عيال عندنا ستريم سنايب عيال يا عيال تسمعوني ادري بيت اليمين اللي جنب اللي جنب على اليمين ما ادري والله كل واحد ينزل الليبي ناصر يا بزر يا بزر يا بزر خطر ليش عشك صوت عيال ها ابرك ناصر عندي ناصر يلعن المقاطع حتى هذا لحقني السلق ابن السلق عمري يا رجال يا حمدي عمري يا ابو يا عمري يبعد امك وابوك نعم اللي بعده المدري هذا الخوف هذا السلق طبيعي السلق يا ويلي زحمه طيب ابعد يا عمري يا حمدي هذا الشيء اللي شب طيب شوف شوف جسد يا ساتر العالم مشردين ايوه اقول لك زحمه مره يا ويلي والله حق الكلز والله ايزي احمد كل واجد يا عمري يسارك واحد العم والله العم احمد ورب البيت العم ايزي كيف بنى عند الباص ايش سالفه الدرج يا عمري يا عمري ايش قاعد تسوي يا عمري ايزي يا عمري يا عمري يا عمري يا احمد يا عمري يا احمد يا ملك قاعد
احنا ما نشوفكم ليش؟ يا عمري يا ساتر 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 يا جماعة انصتوا واستمتعوا. هذا يسوي فنان يا ويلي يا اخي يا اخي سموث يا اخي سموث ما شاء الله والله والله النظام ايزي العيب يا فنان تيجي صوت 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 من دولي ايزي هاي الراوند يا عمري اخويا هاي تطيع مورد 800 ها حلوه فتح النار ايزي مالك مارد و مارد 400 ومعك بونسر ترى ها ايزي ون يا عمري يا شيخ يا شيخ يا شيخ ايش الجمب شوت الرهيبه دي اتوقع انك طايح حول الله قل عن جديدي يا عمري جو 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 معي ودي ارجع الاسلحه خلهم 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 ها لا 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 ابغى اجيب 30 ابغى اجيب 30 ان شاء الله ايش مجيب هلكس جيب هلكس على طول على اليمين يا بيب واحد قدم منهم بعد قدم مع السرعه ها بعد يرقص لي ورا 27 مرتين 28 منو منو مره منو مره زيد قاعد يدمج ترى زيد ناصر جاي ناصر جاي ناصر جاي ناصر 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 انا اللي عندي يا عيال بالوان راح 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 جاي 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 والله اعطاني كوك بالسنايبر ما مداني استوعب حتى من دوم احمد قاعد يمدك انا هذا وايت اللي قدامي بطب عليه وايت مره اللي قدامي طب الاحمر انا بقعد اخبط داك بقعد اخبط داك عمري يا بيجيك 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 خلي خلي يتفنش خلي يتفنش لا 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 يا عمري نايس 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 اخذ البيج عندي ها مطولين اليوم اوه فوق خليني فوق خليني فوق خليني مرتين احمد دقيقة ادعم لحالك كذا يا اخوي اصر بهيل 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 محشور محشور برا محمد شايف عاد تعالي نطلع بسرعه كذا يلا بسرعه الحمد لله يا رجال هذا كله بنهيد فيه سوا ناصر ايش فيه؟ هذا كيف ما يا عمري 22 كلز معي ها؟ يا عمري بجيب بجيب 30 بجيب 30 لو ذبحهم كلهم بجيب 30 لو ذبحهم كلهم بجيب 30 والله 8 جاب 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 تحت عليه خايف يكون يا عمري يا عمري يا عمري خضع 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 والله خضع مهما بنقول هذا راح ياخذ طاقة خوية الهطف بالكبر ما ينط بالكبر بالحانة صوت عيال عندي واحد راح يا عمري يا احمد كم 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 معاي 24 معاي 24 في ناس توقع في اليسار قدامي قدامي في التك في التك واللي يموت واللي يموت برزون برزون يسار 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 داخل 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 وايد 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 خل 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 ايزي ايزي كسر عليه بكسر عليه بس بكسر عليه راح واحد واحد راح يا عيني يا عيني يا عيني بقلي بقلي عمري
ثاني عندي فوق البيت عندي دمجته فكيت احمد فكيت احمد روح للثاني باقي الاخير وينه عمري الافضل باقي الاخير الاخير عندي يا عمري يا عيال يا رجال اقسم بالله يا زيد انك رجال براصر انك رجال نفتتح الموسم الخامس من رجوع تلتد ب 28 كيلز اقسم بالله جيم اسطور يا عمري يا عيال والله العظيم ما قصرت شفتوا تلتد هاي تلتد يا اخوان ترى كل يوم نلعب زي كذا لكن بدون اتبعنا تحت الرابط حق البث ثبت دائما مع العيال استخدم استكس بي يعني تبغى نظارة الفوز تجيك زي كذا شكرا هدي بوقا يا عمري الافضل تحت توتر يا رجال ومع مواد يا عمري يا احمد يا جماعه ابغى ناس تعرف تلعب بالله فورتنايت جاك ايزي يا رجال واضح من حركاتك يا عمري الثاني بليزر الو سبحان الله قاعد يطقطق علي مرقص بني شوفوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاد تشتني تسمك دي القنب أكس مبدأني أكمل قبل شوي أبو مستوى سويت لي ماتش أسرع لي في العالم أسرع لي ممكن تشوف العالم جاك اليوم ختاما يا جماعة الله يعطيكم العافية مقطع أتمنى أن عجبكم من زمان ما نزلنا هذا النوع من المقاطع وأدري كثرت عليكم بالطلب هذا لكن الاشتراك واللايك تحمسني أكثر أني أحرق أكثر وأكثر وطبعا ما بنهي المقطع بدون ما أقول كود لايتم شوف بـ 6B شكرا لكم السلام عليكم.